لعبتي هنا تاعي في باريس سجلت اهداف. واش كيفاش كتشوف النادي قايتو شي تقاسي في القسم الاول؟ شوف هذا شيء مؤسف شي لالكاك ولا الاتحاد الرياضي القصيمي مؤسف. دوزو دوزو القاب دوزو بطولات دوزو لاعبين جيدين طعموا المنتخب النادي القنيطري بالجمهور اللي عنده ديال الحلاله بوز احسن. كنت ديما ملي كندير شي تعليق في المقابلات ديال البطوله ديما كان عندي واحد الاعتزاز وواحد الشكر للجمهور ديال الحلاله. جمهور حضاري ما كيدير لا شغب لا والو كيدي بلاصه مع الفرق ديالو. حرام ما تكونش عنده فرقه بامكانه تكون عنده فرقه لان بهذا التيران اللي كاين وبهذا الجمهور اللي كاين ممكن الا ينجحوا. ولكني اش غنقول لك كره القدم ولات مبنيه على التخطيط ولا مبنيه على الاستشاره ولا مبنيه على بزاف ديال الحوايج. الامور هاد الامور كلها كتنعكس ايجابيا داخل الملعب ولا بغاو هما هاد الناس ديال القنيطره بامكانهم. كاين ناس كبار كاين لاعبين قدامى كبار عندهم شواهد كثير وخير دليل هو المدرب هشام دقيق اللي صديق ديالي اللي كنعتز به شوش مدافع الفوتسال. نتمنى من قلبي الجمهور ديال سيدي قاسم والسلطات المحليه لان عندنا فريق شاب كيلعب كره حديثه كره جميله. لان هذوك شنو يقولوا الهدفات اللي كاين تيديروا لعده اسباب. ولكني انا ملي جيت بلا ميثود ديالي بالطريقه ديالي استجبوا ليا خدمت معاهم في التيران كنخدموا داك الشيء اللي كنخدم معاهم كنشرحوا لهم اي اكزرسيس ولا اي جو ولا اي سيتياسيون كنشرح لهم لوبجيكتيف ديالها والهدف ديالها وكيطبقوه. والحمد لله كنجي هاد الاهداف اللي سجلنا كلها خدمنا عليها وسجلناها. شنو وصل المشكل ديال الملعب؟ الملعب شو انا هادشي ديال السياسه ما كنبغيش ندخل فيه. انا هضر معايا تقنيا بقى معاك حتى الفجر. هادشي ديال السياسه ما كنقدش نهضر فيه لان هضر فيه وكليت العصا خليني غير ما هو تقنيه اخويا شبه.